كبير السن هو من يرد عليه. حقيقة يا إخواني إحنا بدأنا الحلقة اليوم بانطلاقة حملة تحدي مليون للضياء، وهذه الحملة الطيبة المباركة بدأت من اليوم يوم 28 محرم، وهي لمدة أسبوع كامل. ونود والله ونحن يعني قد تكلمنا عن القرآن وعن فضل القرآن أن يشارك الجميع وأن يساهم الجميع في هذه الحملة الطيبة المباركة. والحملة الهاشتاج سوف يكون إن شاء الله على الشاشة، ونريد يعني أن نبين للإخوة أن هناك أيضا هدايا وعطايا لمن يعني شارك في هذا الهاشتاج. وقلنا أن هناك ثلاثة أشياء وثلاثة عناصر لابد أن يعني يهتم بها ويكون حريص عليها. أولا غرد بأحد تصاميم وقف الضياء، ثانيا تضعه في المنشن تحدي المليون للضياء موجود هو الآن على الشاشة، اثنين منشن لاثنين من متابعينك أرسل عليهم المنشن، ثلاثة تابع حساب الشبكة. الجوائز المقدمة ساعات ذكية وسماعات وشواحن متنقلة وكوبونات شرائية، وهناك بعض الهدايا التي سوف يعرضها الإخوة إن شاء الله خلال الحملة لمدة أسبوع كامل. حقيقة يا مشايخ هذا الوقف، وقف الضياء في مكة المكرمة، لا يخفاكم عظيم الصدقة وفضلها وأجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى، خاصة أنها في أحب البقاع إلى الله عز وجل في مكة المكرمة التي نقول أن الحسنة فيها إن شاء الله يضاعفها الله إلى أضعاف كثيرة. أن الله تبارك وتعالى أبقى هذا الوقف لمن تبرع فيه ومن ساهم فيه وقفا له